ممنوع اليوم إقامة أي منشأة حدا تنحافظ اليوم على حيوان الفئمة، لأنه حيوان الفئمة فينا نشوفه بمطرح واحد مرة واحدة بلبنان. أي مشروع خاص، أي مشروع عام فينا نحطه مطرح ما بدنا بلبنان، بس هيدا الغنى البيئي ما فينا نشوفه إلا هون، بس هون. أول شيء من نهار التنين منتفاجأ أنه بلشت الأعمال بهيدي الورشة اللي اليوم الورشة المشروع المقام فوق وبمحاذاة مغارة الفئمة قسم منه. هيدا العقار بعد ما كان وقف العمل فيه من حوالي 9 أشهر بناء على عدة شكاوى تقدمت منها وعلى عدة عرايض تقدمت من أهل عمشيت، وعادت إلى العمل من نهار التنين، تنين تلاتة، واليوم نص نهار الأربعة كانت كافية تينزلوا بمنصوب الورشة. الحفريات اللي كانت عم بتتم محطوط انه ممنوع يكون في ارتجاجات للطبقات الصخريه، كانوا عم يحفروا بالجاكهامر وعم بدقوا بالجاكهامر اليوم، صغروا شوي المكنه عما كانت قبل، ولكن رجعوا يحفروا بالجاكهامر بهيدي الطبقات الصخريه اللي هي طبقات اليوم كتير حساسه وطبقات كلسيه جايه بشكل متدرج وبشكل طبقي، اي هز اليوم بتاثر عليها وبتاثر على حيوان الفئمه اللي بقلب هيدي المغاير. القرار بيقولوا جاي من المحافظ، البلدية ماضية على متابعة الأعمال، وفي ذكر لاتحاد البلديات بعد ما مرقت على اتحاد البلديات، وفي وزارات عم بيقولوا لوزارة الطاقة ويمكن وزارة السياحة بناء على الكتب اللي تقدمت أو شيء رجعوا استأنفوا الأعمال. وزارة البيئة هي الوحيدة اللي اليوم عرضت هيدا المشروع بهيدا الوقت وقالت اليوم لا نحن مش موافقين على هيدا المشروع وعلى الأعمال اللي عم بتصير بطريقة غير قانونية. يعني وزير البيئة اللي قال هيدا الوقف وقال هيدا الموقف، المنطقة حساسة بيئيا، يعني بمطرح معين من دون موافقة البيئة تم الأعمال بهيدا العقار. كمان رجعنا بعد ما ظهرت حيوان الفئمة حكينا مع معالي وزير البيئة وحتى وديناها لكذا وزير اليوم وقلنا له اليوم انه هالفئمة موجودة نحن منطالب بمحمية بيئية، والوزير كان وعدنا انه نرجع نحكي ونرجع اكيد نحطها موقع طبيعي ونرجع نحكي بهذا الموضوع مع محمية. اللي صار انه هو بصفته وزير بيئة بده كمان موافقة البلدية تيحطها اليوم محمية طبيعية.